مساكم الله بالخير يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي. مساك الله بالخير جاي. مساك الله بالخير بسام، وأكيد المسي على مشاهدينا بالخير. اليوم كل واحد فينا له دور، ويمكن هذه الأدوار تكون بسيطة، لكن على كثر ما هي بسيطة لكن هي بعد تكون مهمة في نفس الوقت، وهو أن احنا نكون في البيت وما نطلع إلا للضرورة اللي فعلا تحتاج أن احنا نطلع فيها من البيت. بالإضافة طبعا أن احنا لازم على طول نكون لابسين الكمام ونحافظ على نظافة اليدين باستمرار. بهذه الأفعال البسيطة جدا بنقدر نحن ندعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، ونساعد في تنفيذ الخطط الوطنية المتكاملة للتعامل مع هذه الفيروس، ولله الحمد لحد الحين تحقق نجاحات متواصلة في احتواء هذا الوباء، وذلك أكيد بفضل من رب العالمين أولا والعاملين في الخطوط الأمامية ثانيا. بالتأكيد رقية، يعني احنا لابد نحن نتفهم ان احنا قاعدين نعيش في أوضاع استثنائية تتطلب منا ان احنا نتكاتف مع بعض علشان نحد من انتشار فيروس كورونا. اليوم الكل يعرف ان احنا ما راح نقدر نتجاوز هالمرحلة الاستثنائية الا من خلال التعاون والالتزام كل فرد مسؤوليته في هذه الفترة. فمثل ما نشوف عمل كبير يقومون فيه الكوادر الطبية والأطقم الصحية وكل الجهات والأجهزة المعنية، بالإضافة لفرق العمل والمتطوعين، الكل اليوم قاعد يقوم بواجبة تجاه الوطن والمجتمع لحماية البحرين من هذه الفيروس. وبعد يعني بسام لازم نضيف ان اليوم الكل يعرف شلون ان وقت يعني الحكومة وقفت ويانا بكل حكمة في صف الشعب، واختارت دعمه بحزمة اقتصادية ضخمة، بالإضافة لتوفير كافة الأمور اللي من شأنها تعزيز الصحة العامة في المجتمع والحد من انتشار هذه الفيروس. بحرين يعني احنا نقدر نقول ان هي اهتمت بالمواطن والمقيم، واهتمت بكل شخص موجود على هذه الارض الطيبه، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمه من جلاله الملك الله يحفظه ويرعاه، ومتابعه سمو رئيس الوزراء وقياده سمو ولي العهد لفريق البحرين، واللي بالفعل يعني يبذل كل ما يملك من طاقه من اجل سلامه البحرين واهلها. بالفعل رقيه، ولله الحمد يعني احنا يعني قاعدين نعيش هذه الفتره الاستثنائيه، لكن هناك جهود مبذوله، وما نقول الا الله يحفظ البحرين وكل من على هذه الارض الطيبه يا رب العالمين. مشاهدينا خلكم معنا، تابعوا فقراتنا المختلفه في حلقه اليوم، لكن بعد هالفاصل. نبدأ معكم مشاهدينا بأبرز الأخبار، حيث شارك الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحمد جعفر الحايكي في الندوة التفاعلية حول استئناف العمل أثناء جائحة كوفيد-19 واللي نظمتها منظمة العمل العربية عبر الاتصال المرئي. وفي مداخلته خلال الندوة، استعرض الحاكي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة انتشار هالفيروس في مواقع العمل على المستوى المحلي، ومنها حث أصحاب العمل على تطبيق معايير التباعد الاجتماعي في مواقع العمل وسكن العمال، وإلزامية ارتداء الكمامات واتباع جميع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية.
وفي خبر آخر، حققت مملكة البحرين إنجازاً حضارياً رفيع المستوى بالحفاظ على موقعها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثالث على التوالي، وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال الإنساني، واصلت انفرادها بهذه المرتبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل البنية القانونية والمؤسسية الراسخة وحرصها على تطبيق وإنفاذ القانون لحماية الضحية ومعاقبة الجاني. بالتأكيد، وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبدالله العبسي أن استمرار مملكة البحرين للعام الثالث على التوالي في المرتبة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص كدولة وحيدة في هذه المرتبة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرسخ مكانة البحرين الدولية ويفرض على المملكة دور دولي ومسؤولية كبيرة في تعزيز آليات التصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود. التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية والذي صدر يوم أمس في نسخته 20 يأخذ بعين الاعتبار ليست الجهود فحسب، ولكن وجود الإطار المؤسسي، أي أن هذه الجهود مستمرة وسوف تستمر في المستقبل. وبالتالي لو الواحد راجع التقرير الذي صدر يوم أمس والذي تبوأت فيه مملكة البحرين ولله الحمد الفئة الأولى كالدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصل على هذه الفئة، سيجد أن نص التقرير يكرر كلمة الاستدامة، الجهود المستدامة، وهذا أهم ما يأتي في التقرير، أي أن الجهود لا تكون وقتية ولا تكون على طريقة ردود الأفعال، ولكن تكون مؤسسية قد دخلت في إطار العمل الحكومي ككل، وأن تكون قادرة على الاستمرار في المستقبل، وهذا ما ميز البحرين ولله الحمد في هذا التقرير. أكبر مشكلة في كورونا إنك ممكن تكون مصاب وإنت ما تدري. أقصد إنك تعيش يومك طبيعي ما تحس بأي أعراض، بس في الواقع تنقل العدوى إلى شخصين أو ثلاثة، وهالشخصين ينقلون العدوى لشخصين أو ثلاثة، وبهالطريقة ينتشر الفيروس وتصعب السيطرة عليه. لكن لو قعدنا في البيت وطبقنا التباعد الاجتماعي، يعني مثلا لو هالشخص ما زار صديقه، لو هالشخص اشتغل من البيت، لو هالشخص ما راح السوق، لو هالشخص ما راح جمعة الأهل، لو كلهم التزموا بالتعليمات، راح يقل عدد المصابين من 406 إلى 15 مصاب فقط، ويمكن أقل. بالتالي راح يقل الضغط على الكادر الطبي وتتحسن جودة الخدمات الصحية. هذا الحد الفاصل بين الانحسار والانتشار، والفرق هو أنت. ضمن الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، باشرت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية العديد من التدابير الاحترازية الوقائية اللي تضمن انسيابية سير العمل للحفاظ على سلامة وصحة المرجعين والعاملين. نعم طبعاً، وبالإضافة لمجهوداتهم الكبيرة في تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية، اليوم راح نتعرف أكثر على دورهم في الصفوف الأمامية في مختلف منافذ المملكة. نتابع معكم هذه اللقطات وراجعين نكمل برنامجنا.
للحديث أكثر عن دور شؤون الجنسية والجوازات والإقامة يسرنا يكون معنا عبر الهاتف النقيب عيسى خالد الصقر، رئيس فرع المغادرين بشعبة جوازات جسر الملك فهد. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أخوي، وأتمسى عليك وعلى المشاهدين الكرام بالخير. يا هلا يا مرحبا فيك. يعني طبعا كون موظفي الجوازات ضمن الخطوط الأولى في مواجهة جائحة كورونا من خلال استقبال المسافرين القادمين إلى البلاد والمغادرين منها عبر مختلف المنافذ، يعني ما هي الخطة اللي تنفذها الإدارة لضمان توفير الحماية وضمان السلامة العامة في منافذ المملكة؟ اي نعم، طبعا عملت إدارة المنافذ شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بتوجيهات سيدي معالي فريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، وتوجيهات معالي سيدي معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ضمن فريق البحرين، طبعا حسب المتغيرات والظروف الطارئة الموضوعة من فريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا. طبعا كانت خطتنا في إدارة المنافذ تتكون على ثلاث محاور أساسية. المحور الأول طبعا الكل عارف أن موظف المنافذ وموظف الجوازات في المنافذ طبيعة عمل الاحتكاك بالمسافرين، قمنا بالتوعية وورش عمل طبعا بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية بوزارة الداخلية مشكورين لإعطاء الموظفين محاضرات توعوية عن طرق الوقاية من هذا الفيروس وحثهم على مبدأ التباعد الاجتماعي والحفاظ على سلامتهم، وأيضا استمرت هذه الحملة التوعوية عبر البريد الإلكتروني. المحور الثاني تم توفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان سلامة الموظفين في أماكن عملهم في المنافذ من خلال توفير المعلومات والكمامات والقفازات وأيضا بعض البدل الخاصة لبعض الموظفين اللي تطلب طبيعة عملهم ارتداء هذه البدل. كما تم توفير العديد من الملصقات التوعوية والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي للمسافرين. وعلى الصعيد الآخر تم تنفيذ توجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى بشأن العمل عن بعد للمرأة العاملة. نعم نقيب عيسى، أيضا يعني بدنا نتعرف على جهود إدارة المنافذ ممثلة بشعبة جوازات جسر الملك فهد في تسهيل إجراءات عودة المواطنين والمقيمين إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد في ظل ظروف جائحة كورونا. طبعا خلال عملنا في شعبة جوازات جسر الملك فهد وبالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في المنفذ، طبعا كان في تقييد للحركة لحركة عبور المسافرين بدءا من 8 من مارس سنة 2020 إلى اليوم. طبعا قيدت الحركة ويتم السماح فقط للحالات الإنسانية المستثنى. طبعا من تاريخ 8 مارس إلى اليوم بلغت عندنا الإحصائية في قسم المغادرة والقدوم إلى مملكة البحرين 8912 حالة، حيث بلغت الإحصائية في قسم القدوم إلى مملكة البحرين 4944 حالة، منهم مواطنين بحرينيين قادمين إلى البلاد، وأيضا يتم السماح للمقيمين في البحرين اللي يملكون إقامة سارية المفعول، وكما يتم السماح أيضا للحالات الإنسانية اللي يملكون إذن مسبق بالدخول، ويتم تحويلهم طبعا بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في جسر الملك فهد إلى العيادة الطبية لأخذ الفحوصات اللازمة المتواجدين على مدار الساعة المدارة من قبل وزارة الصحة. نوجه لهم التحية والشكر. نعم نقيب عيسى، خلني يعني أتوقف معك الحديث عن الحالات الإنسانية، يعني هل لك تحدثنا عن جهودكم يعني في شعبة جوازات جسر الملك فهد في تسهيل إجراءات مقادرة الحالات الإنسانية عبر الجسر في ظل هذه الظروف؟ طبعا كانت عندنا العديد من الحالات الإنسانية اللي تم تنسيق مغادرتها عبر جسر الملك فهد منذ بداية هذه الجائحة، حيث شملت الحالات الإنسانية طبعا بعض المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الشقيقة
والحاصلين على أذن عبور من السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة. طبعا كذلك كانت عندنا المواطنين السعوديين القادمين عبر رحلات الإجلاء من الخارج عبر مطار البحرين الدولي، تم تسهيل عبورهم إلى المملكة العربية السعودية عن طريق جسر الملك فهد، حيث بلغت عندنا الحالات المغادرة من البلاد منذ تغيير الحركة في 8 مارس إلى اليوم 3968 حالة. نعم، يعني نقيب عيسى، لو حبينا نتكلم يمكن عن جانب آخر من الجهود اللي تبذلونها، غير خلينا نقول مثلا اللي هو تسهيل عملية المرور للمسافرين والمواطنين والمقيمين، نبي نتحدث أيضا عن دور شعبة جوازات جسر الملك فهد في المحافظة على يعني المحافظة على وتيرة العمل المعتاد في قسم الشاحنات المغادرة والقادمة لضمان انسيابية الحركة التجارية من وإلى المملكة. نعم أختي، تولي مملكة البحرين اهتمام بالغ بالقطاع اللوجستي والاقتصادي، ودورنا احنا مكمل لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 في الحفاظ على وتيرة العمل في قسم الشحن بالتعاون طبعا مع جميع الجهات العاملة في المنفذ ولضمان انسيابية الحركة التجارية. نعم، أيضا هل هناك برامج أو مشاريع مستقبلية تسعى إدارة المنافذ إلى تنفيذها، وهل هناك أيضا أجهزة حديثة راح تسهم في إنجاز عمل جوازات المنافذ بالسرعة والدقة والجودة المطلوبة؟ نعم، توجد العديد من المشاريع طبعا والمبادرات حاليا طور الدراسة لتسهيل عملية عبور المسافرين خصوصا في جسر الملك فهد، وذلك من خلال تبني التقنية الحديثة، كما تم أيضا مؤخرا إضافة استحداث خدمة مرافقات الإقامة في المنفذ، المقيم على طول تصدر له الإقامة في المنفذ ويلصق الملصق في المنفذ، ما يحتاج أن يراجع الإدارة أو أي جهة أخرى. كما تم استحداث النظام الآلي الإلكتروني لإدارة المنافذ مؤخرا، اللي يميزه انه هو نظام مرن يقبل التحسين والتعديلات اسرع. كذلك ما يتطلبه عمل موظف المنافذ من عاملين اساسيين اللي هما الدقه والسرعه. نعم، يعني قبل ما نختم معاك نقيب عيسى، احنا اكيد مقدرين جميع الجهود اللي تقومون فيها، وبدنا لو مثلا حاب ان انت توجه كلمه اخيره لجميع من يتابع هذا اللقاء الان. ودي اوجه كلمه لسلمك، حسب قرارات اللجنه التنسيقيه طبعا ان السفر مقيد للحالات الضروريه في الوقت الحالي، اود ان انوه للساده المسافرين بضروره اتباع الارشادات السلامة الصادرة من الجهات المختصة، وأيضا من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على مبدأ التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة لضمان سلامتهم وسلامة جميع العاملين في المنفذ. كذلك أنوه بضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر وحفظه في مكان آمن لتفادي التلف والفقدان، وكذلك لأننا احنا في خدمة الجميع في جميع الظروف، وبإذن الله إن شاء الله بتكون هذه فترة وترجع حركة السفر إلى طبيعتها، نسعد لخدمتكم بكل سرور إن شاء الله. الله يعطيكم الصحة والعافية وبارك الله في جهودكم. طبعا نقيب عيسى خالد الصقر، رئيس فرع المغادرين بشعبة جوازات جسر الملك فهد، شكرا جزيلا لك. ومن المنفذ البري لمملكة البحرين، يعني راح نتعرف أكثر على دور شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في مطار البحرين الدولي. يسرنا يكون معنا عبر الهاتف محمد سلمان عجلان، رئيس فرع القادمين بجوازات مطار البحرين. مساك الله بالخير. الله يمسك بالنور والسلام إن شاء الله. يا هلا يا مرحبا فيك. طبعا تطلع شعبة الجوازات بمطار البحرين الدولي بدور هام في مجال تنفيذ التعليمات الصادرة بشأن إجراءات يعني دخول وخروج المسافرين بسبب الجائحة، يعني ما هي الإجراءات اللي يتم اتخاذها في هذا الشأن؟ بداية أخوي بسام أحب أشكر تلفزيون البحرين على بشكل عام وبرنامج مجتمع واعي بشكل خاص على إتاحة الفرصة لمشاركتي
وعلى الدور الكبير اللي قاموا به ويقومون به خلال هذه الفترة من دور توعوي وتثقيفي من خلال البرنامج والمواد الإعلامية اللي تثقف المشاهد واللي كان لها جزء كبير في الوعي المجتمعي. أما بالنسبة عن السؤال فإدارة المنافذ بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة متمثلة في شعبة جوازات مطار البحرين الدولي تقوم بتنفيذ التعليمات الصادرة بشأن وصول ومغادرة المسافرين بسبب جائحة كورونا، وهذه التعليمات تواكب متطلبات هذه الفترة. فمنذ 10 مارس تقريبا إلى اليوم تم استقبال 86 رحلة إجلاء من مختلف الوجهات لمواطنين ومقيمين دخلوا البلاد، وصل عددهم إلى 8459 مسافر. تم التعامل معهم بإجراء الفحوصات من قبل الفريق الطبي في الخيمة المخصصة بساحة المطار، وحسب حالاتهم الصحية يتم إما تحويلهم للمستشفيات أو المحاجر من الخيمة بعد إنهاء إجراءات وصولهم من قبل موظفي الجوازات اللي في الخيمة، أو نقلهم لمبنى المطار وإنهاء إجراءاتهم اعتياديا بعد إقرار العزل المنزلي لهم. أما بالنسبة عن المغادرة ففي نفس الفترة تم مغادرة 13744 وافد، تم إجلاؤهم إلى وجهاتهم المختلفة على 96 رحلة إجلاء، وتم تطبيق التوجيهات بحق المتأخرين منهم على الزيارة والإقامة بإعفائهم من رسوم التأخير، وكذلك المسافرين اللي جددوا إقاماتهم وما تمكنوا من وضع ملصق الإقامة في الجواز يقوم موظف الجوازات في المطار بوضع ملصق الإقامة عند مغادرة المسافر. هذه طبعا بالإضافة إلى رحلات الوصول المغادرة للرحلات الاعتيادية اليومية. وطبعا أخوي إنهاء إجراءات الأعداد الكبيرة من المسافرين سواء في الوصول أو المغادرة صاحبتها إجراءات وقائية صادرة من قبل اللجنة التنسيقية من تباعد اجتماعي عن طريق ترك مسافات أمان في طوابير المسافرين ومناطق الانتظار، والالتزام بارتداء كمام الوجه، وكذلك يتم قياس درجة حرارة المسافرين عند دخولهم مبنى المطار، وكل هذه التدابير طبعا للحفاظ على سلامة المسافرين. نعم، شكرا جزيلا لك محمد سلمان عجلان رئيس فرع القادمين بجوازات مطار البحرين الدولي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. فاعل خير، خدمة تقدمها إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية. تهدف هذه الخدمة إلى التكافل الاجتماعي من خلال التبرع للمتعثرين والمعسرين. يمكنكم التبرع من خلال تطبيق وخدمة سداد لاختيار لفئات التبرع، التبرع العام والحالات الفردية. اتبع خطوات الدفع. أدخل المبلغ المطلوب. اختار طريقة الدفع. كن فاعل خير. جزاك الله خير. بين الأمس واليوم الناس تعيش حالات شعورية مختلفة تجاه فيروس كورونا كوفيد-19، بين الشك واليقين، بين الاستهتار والهلع، بين الخوف والرجاء. يا ترى اليوم وبعد مرور قرابة 4 أشهر وين وصلنا؟ أخاف أن أفقد بعد أحد عزيز علي، وكانت صادمة لي يوم وصل حق كلمة نوضك الخليج يعني، فما كنت مستوعب الشيء. والله أول شيء يعني ما كنت إنه يعني متوقع إنه لهالدرجة بتوصل هاي المرحلة. وباء عالمي يعني ما حد قرر يتخلص منه بسهولة. خليني أقول لك إن الأصعب الفترة دي إن الواحد ممكن يبقى السبب في إنه هو يفقد عزيز. فالحين أنت احسب حساب إنه مو موجودين لا ممرضين ولا هذا، شو تسوي في هذا؟ يعني لو ما الأطباء ما يمكن إحنا عرفنا وش ده المرض ما أحد. في ناس ما تروح بيوتها لمدة يومين ثلاثة، ليالي وأيام ما يدري عن أهله ولا يدرون عن أولادهم حتى، يعني ورا الكواليس ما حد قاعد يشوف. هذين الأشخاص اللي واقفين في الصف الأمامية اللي قاعدين يضحون بحياتهم من أجل حياة الآخرين، يعني إلى الشكر والامتنان وإلى يعني نخليهم على الرأس هذين. مهما قلنا ومهما تكلمنا مش هنوفيهم حقهم. طاقم الطبي أنا أحبكم واجد. الوقاية من هذا المرض، الوقاية من هذا المرض هي مسؤولية اجتماعية. لو الواحد يحط نفسه في أن الشخص اللي ممكن يتعرض للمرض ممكن يفقد حياته هو إنسان عزيز عليه، والده، والدته، أخوه إذا كان عنده بعض الأمراض نفس أمراض السكري أو الربو، الطفل الصغير، لو فكر أن هذا الشخص هو كان إنسان قريب إليه بيحس فيه أكثر. كطاقم طبي نواجه الحالات بشكل يومي،
رسالتنا للكل: الالتزام يؤدي إلى الانحسار، والاستهتار يؤدي إلى الانتشار. التزم بمسؤولية. حياكم الله من جديد. في ظل هالظروف اللي يعيشها العالم اليوم، صار عندنا يعني الكثير من الوقت اللي نقضيه في المنزل، خصوصا اللي يشتغلون من المنزل واللي توقفت اعمالهم، صار عندهم وقت فراغ اكثر من السابق. صدقت بسام، بس احنا نقول دائما ان الادب والثقافه والقراءه والشعر هما هوايات ومجالات راقيه جدا، وتتطلب ذوق رفيع، تتطلب انتقائيه وحس عالي، وتتطلب بعد هدوء وسكينه، وتفتح افاق كبيره وواسعه. وهذه الظروف اللي احنا يمكن نعيشها اليوم يمكن تكون او تعطينا حافز بشكل كبير، خاصه المهتمين في هذه المجالات اللي ذكرناها. بس لازم يكون مثقف وواعي في نفس الوقت. اكيد يعني لازم المثقف الواعي يمكن يستقل هذه الظروف ويعني وجلوسه في المنزل، ويبتدي ينجز وينتج بكل هدوء ويعني بعيد عن زحمه الحياه المعتاده. بالتاكيد المثقف والقارئ البحريني غير بعيد عن هذا الحراك الثقافي في ظل أزمة كورونا. أكيد طبعاً، ويسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ إسماعيل زبان، عضو مجلس إدارة جمعية كلنا نقرأ، وزوجته الأستاذة أمينة الروعي، أيضاً عضو مجلس إدارة الجمعية، وقراء نهمين ومهتمين بالحراك الثقافي والأدبي في مملكة البحرين والمنطقة. يا هلا وسهلا فيكم، سعيدين جداً بوجودكم معنا. نحن بأسعد ونتشرف أن نكون هني، وفي البداية نمسي على المشاهدين ونتمنى لهم يعني إن شاء الله نقضي الوقت في الدردشة بخصوص القراءة والثقافة والوعي، خصوصا في برنامج مثل برنامج مجتمع واعي هني. نعم. استاذ اسماعيل، يعني في البداية نبي نعرف شلون ممكن القراءة اليوم تساهم في صناعة الوعي المجتمعي. يعني اول شيء خلينا نركز على مفهوم الوعي. مفهوم الوعي هو مفهوم ان الشخص يكون ملم بالمشاكل اللي حوالينا، بقدراته، بجميع الأشياء اللي تحيط فيه وتشكل شخصيته وتشكل التحديات اللي دار مداره. فإذا كنا ناخذ هذه الموضوع بشكل رئيسي كفرد، فما بالك بالمجتمع، التحديات اللي يمر فيها المجتمع في مثل هاي الأوضاع والظروف. فالقراءة تعطينا اطلاع أكثر وأوضح حق التحديات اللي يمر فيها، المشاكل اللي حوالينا، وفهم أعمق حق وضعنا نفس الوضع اللي احنا نمر فيه. فقراراتنا تكون بشكل ممنهج سيستماتيك، زين، ونوصل بها لنتيجه افضل، او خلينا نقول لاهدافنا المرجوه والمنشوده. اكيد طبعا، لان احنا فاهمين الوضع فتصير عندنا خلفيه. صح صح. اي فعلا، احنا مثل ما نقول دائما يعني هي القراءه تعطيك الوعي والتقبل، يعني التقبل للظروف اللي انت تمرين فيها في الوقت الحالي، شلون انت مثلا تقدرين توازنين بين الظروف اللي تمرين فيها سواء في العالم الخارجي او حتى اللي تواجهينها بنفسك، فتعطيك التوازن بحيث انك انت ما تعيشين الخوف ويخليك كانسان متشتت، فيصير ما عندك تركيز على الفعل اللي انت راح تقوم فيه. فهي القراءه يعني افضل فعل انه هو يزيد وعي الانسان. نعم. بلا شك يعني احنا عندنا العديد يعني لله الحمد من المبادرات الادبيه في مملكه البحرين. اليوم في خلال هذا التحدي احنا في فتره استثنائيه، يعني برزت بعد يعني العديد من المبادرات، خلينا نقول في ما يتعلق بالقراءه والمعرفه. يعني مهما تنوعت مصادر المعرفه، لكن لابد من القراءه، لابد ايضا من التوجه للكتاب. اليوم نبي نعرف من هو يعني استاذ اسماعيل، من هو القارئ الحقيقي؟ يعني كيف يمكن ان نحن نقيم القارئ الحقيقي من القارئ العادي او يعني الغير حقيقي؟ مفهوم القراءه مفهوم يعني ما بقول في لغط، القراءه هي مهاره، زين، في نهايه المطاف كلنا قراء حقيقيين، زين، كلنا نقرا، كلنا نطلع من بدايه تعليمنا مبني على قراءه كتب. نعم. زين، فالقراءه ان احنا نقول كتصنيف قارئ حقيقي، كلنا قراء حقيقيين، لكن هو شنو الفعل اللي بعد القراءه؟ شلون تبتدي تحلل، تفكر تفكير نقدي،
تبتدي تنتقد اللي تقراه، تبتدي تحلله بشكل منهجي، تبتدي تخلق لك فعل ما بعد القراءة. أن أنا أخلق شخصية مثقفة، شخصية واعية، شخصية تقدر تقود المجتمع اللي أنت فيه، الأسرة اللي أنت فيها، لأن إحنا في دوائر متداخلة في حياتنا بشكل عام. أنا اليوم كفرد جزء من أسرة، الأسرة جزء من مجتمع، المجتمع جزء من العالم، فكلنا متقاطعين في مراحل في حياتنا وفي فهمنا وفي وعينا. كل ما أنا قريت أكثر وبديت أحلل وأوصل أستنبط الأفكار اللي أنا محتاجها بطريقة أوعى وأذكى، أنا بتكون خياراتي وقراراتي على مستوى واعية ومستوى تدل على الشخصية اللي أنا أتكلم عنها. أولاً نعم جميل. يعني إذا كانت يمكن هذه الأدوار اللي اليوم إحنا نتكلم عنها أو المسؤوليات اللي ممكن اليوم يتحملها سواء كان القارئ أو المثقف أو كل من موجود على هذه، خلينا نقول، أو يعيش في هذا المجتمع، بس إحنا يمكن بنركز أكثر يمكن أستاذة أمينة على دور تحديدا المثقف ودور القارئ في المجتمع. أول شيء في البداية طبعا إحنا دائما نستخدم اللي هو هاي المصطلح المثقف. هي هاي الصفة بحد ذاتها لما كنت تبي تطلقها على شخص معين من الصعب أن أنت تقول حق شخص أنه مثقف. يعني إحنا مثلا كندير مجموعة قراءة، موجودين في مجموعة قراءة، يعني إحنا نقدر نقول إحنا جيل مثلا واعي مطلع. يذكرني هاي الكلام طبعا في كتاب قرأته قبل 3 سنوات للدكتور علي شريعتي اللي هي مسؤولية المثقف، فهو كان يتكلم بالتحديد عن هاي النقطة، عن مسؤولية الشخص المثقف أو المطلع تجاه المجتمع. فشلون لما كنت يعني ساعات في بعض الشخصيات إن مثل ما احنا نقول تأخذ مكان هو مثلا غير ملائم لها، مثلا في بعض الأحيان مثلا في شخص مثلا أستاذ في مادة معينة هو طبعا أكيد راح يكون ملم فيها لأن بطبيعة إن هاي تخصصه وهاي مجاله. فاحنا دائما نقول والله هو استاذ يعني ممتاز، هو مثقف، فهو يقول لك لما كنت تساله في مجال ثاني هو ما بيقدر يجاوبك عليه. فهو مهم ان احنا لما بنطلق هاي الصفه على اي شخص بنظل نقول انه مثقف، لازم يكون الشخص مثقف مثل ما قلنا يكون طبعا شخص واعي، شخص مطلع في عده جوانب. يعني ما يكون مثلا هو متوجه في تخصص معين فقط، مثلا سواء مثلا في الفيزياء فقط او في التاريخ. الشخص المثقف هو اللي هو يقدر انه هو يتطرق الى كل الجوانب وياخذ المعلومات ويحللها ويساعد في تنمية المجتمع. من ناحية انه هو لما ياخذ المعلومة يحللها ويبسطها مثل ما احنا نقول للمجتمع وينقلها مثلا سواء للمجموعات القرائية او المجموعات اللي هو يختلط فيها، فهو في النهاية الشخص المثقف راح يقود حراك فكري، وهاي الحراك الفكري راح هو طبعا بيتكون جيل، والجيل اللي بعده بيكون جيل آخر. فهني تتهي مسؤوليته لما هو بيكون فكرة أو بيطلق فكرة أو بيقول أي فكرة استنادا لكتاب ما أو لمعلومة ما، لازم هو يكون مطلع عليها من كل النواحي، سواء من ناحية تاريخية، من ناحية فلسفية، من ناحية أدبية، حتى إذا كانت معلومة علمية لازم يكون مثل ما قلت هو مطلع عليها. فلما احنا بنطلق اللي هو لقب مثقف على اي شخص لازم احنا نراعي هاي الجوانب قبل ما نطلق الصفة علينا. اكيد عندكم يعني العديد من النصائح اللي راح توجهونها، واحنا بعد قاعدين يعني نواجه في هذه الفترة، مو فترة يعني جائحة كورونا، يعني بشكل عام احنا قاعد نواجه تحديات في القراءة وكذلك في الكتابة. صحيح. بنستكمل معاكم الحديث عن القراءة بالطبع، لكن بعد ما نشوف هذا التقرير اللي عدته الزميلة شوق العثمان عن القراءة وفضلها في تنمية مداركنا وثقافتنا. نتابع التقرير وراجعين. نتذوق الثقافة ونشبعنا همنا المعرفي من خلال الغوص في عالم الحروف، فالقراءة بحر واسع نختلف فيه باتجاهاتنا ونلتقي في النهاية بالفائدة بين الكتب المختصة والقصص والروايات. يبرز الجانب المعرفي والخيالي والعلمي عندنا، فالقراءة من أهم الموارد لحصد كل ما هو جديد ونافع. تكمن فوائد القراءة في التحفيز الذهني وتخفيف الضغط والتوتر من خلال منح الفرصة لأنفسنا بالخروج من ضغوطات الحياة والاندماج في عالم الكتب، كما تقوي القراءة الذاكرة
حيث أنها تنشئ نقط متشابكة جديدة في الدماغ وتحسن المفردات اللغوية. للقراءة انعكاسات جيدة على الفرد والمجتمع، وخصوصاً خلال الظروف الاستثنائية، حيث أن القراءة تكسب الفرد معرفة الأمور المهمة والبديهية، وترتقي بنفس الفرد إلى مكان جديد في العالم الثقافي. عودة لكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير للزميلة شوق العثمان. طبعا بلا شك يعني ضيفنا الكرام احنا مستمرين معاكم. القراءة مهمة جدا يعني، والاطلاع المستمر، ويعني حتى اختياراتنا في القراءة لابد ان يكون يعني في انتقاء عند الفرد، انه شنو يقرا شنو ما يقرا، يعني شنو اللي الشيء اللي ممكن يساعده على انه يطور من مهاراته، يطور من مجاله في 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 العمل بلا شك. يعني هل ممكن أن القراءة تغير من مبادئنا، تغير من طريقة تفكيرنا، تغير من قناعاتنا بشكل عام؟ معك والله أنا أشوف أن القراءة بشكل رئيسي تخلينا أكثر تسامح مع الطرف الآخر. في نهاية المطاف أنا إذا قريت شنو الهدف من أنا أقرأ؟ أنه يزيد وعي، يصير فهمي للآخر بشكل أوضح. إذا فهمت الإنسان يقول لك الناس أعداء ما يجهلون. نعم. فأنا إذا فهمت الطرف الآخر ما بعادي، ما بخاف منه، ما بايلس أشكك في كل أفعاله. فتقبل الطرف الآخر، الراحة النفسية أن أنت تفهم اللي دار مدارك يعني بشكل أوضح. إذا فهمت بشكل أوضح أنت نفس ما قلنا في البداية، طريقة تعاملي مع أي قرار بناء على معلومة خطأ بيكون نتيجة خطأ، معلومة جاتني صح عن طريق اطلاع دقيق، قراية واعية، قراية خلنا نقول ممنهجة، باخذ قرار بطريقة ممنهجة ونتيجة بتكون إن شاء الله زينة. نرجع نقول هل القراءة تغير مبادئ؟ إذا كان عندي القدرة النقدية أن أنا أتحدى مبادئي وأتحدى أفكاري. في نهاية المطاف أنا ممكن أقرأ كتاب وايد ممتاز، وايد حلو، وفي أفكار وايد زينة، بس it's not my cup of tea على قولاتهم يعني. فيبصك ما فهمت منه ولا شيء وخليت على. إذا ما تغيرت قناعاتي يعني أستاذ أمين، إذا ما تغيرت قناعاتي أثناء القراءة، يعني هل أنا قارئ غير يعني غير صحيح، أو يعني قراءتي غير صحيحة واختياراتي غير صحيحة؟ هو ممكن ساعات يعني بخصوص هاي الموضوع يعني هو صعب ان احنا نقول مثلا انه غير قارئ غير صحيح او لا. في النهاية هو كل قارئ مثل ما نقول بيكتسب المعلومة اللي هو يبيها من الكتاب اللي هو قرأه. ما يعني من مدة بسيطة قاعدة اقرأ رواية اسمها صديقتي المذهلة لكاتبة ايطالية، فهي تتكلم عن شخصية، شلون هاي الشخصية كانت في البداية يعني هي تابعة لصديقتها، مع أن هي يعني عاشت تحدي ونافست صديقتها ونافست نفسها أن هي وصلت لوضع أفضل، بس هي ما كانت تقدر تشوف هاي النجاح لأن هي كانت تابعة لشخص ما. فقبل يومين وصلت إلى الجزء اللي هي كانت تتحدث شلون أن هي في مرحلة يعني بعد القراءة والدراسة وصلت إلى مرحلة من الوعي أن هي صارت تقدر تحدد شنو الشيء اللي هي تحتاجه وشنو الشيء اللي هي تبيه. فهاي الموضوع جدا مهم للقراء. لما كنت بتبتدي تقرا هو يعني جميل انك انت تكون منضم الى جمع مثلا مجموعه قراءه، لكن مهم انك انت ما تنسى مثلا ميولك كقارئ، انك انت ما تكون دائما شخص تابع، يكون لك مثلا انت تحدد شنو القراءه اللي انت تبيها، حتى التوجه اللي انت تبيه. فاحنا دائما مثلا كمجموعه قراءه نعاني من هاي الضغط ان يعني يقولون لنا ليش ما توجهون القراء. فأنت دائما هو لأي شخص مثلا أي موضوع في صيغة أمر أو شيء يكون منفر للإنسان، فما بالك القارئ. فدائما أنا أقول خلي الإنسان يقرأ في كل المجالات اللي هو يبي يقرأ فيها، ويحدد هو شنو المجال اللي هو يفضله والمجال اللي هو تبي اللي سوري اللي هو يبي. لكن لو هو رجع لي وسألني مثلا أنا حاب أقرأ في هاي المجال شنو تنصحني في أي كتاب، ممكن أن احنا نقوله. فهو مثل ما قلت لك يعني شوي لما احنا نقول مثلا القارئ مثلا غير صحيح، شوي احنا نظلم بعض القراء يعني.
فمثل ما قلت لك يعني على مثال هاي الشخصية، فهو القارئ مع القراءة والاطلاع راح يحدد التوجه اللي هو يبي وراح يمشي في المسار اللي هو يبي. يعني مثل ما احنا يعني واجهنا هاي المشكلة في البداية، مثلا وايد قرأنا كتب في مجالات يعني ممكن يعني حتى اسماعيل دائما عنده قصة يقول انا اول كتاب شريته من معرض الكتاب كان كتاب علمي، وبعدين اكتشفت ان انا مو وايد يعني احب هاي المجال، وكان طبعا هو في سن اصغر. يعني احنا نفس الشيء يعني قرأنا كتب عديدة اللي وصلنا الى مثل ما نقول المجال اللي هو احنا نبيه، وبعض الروايات هي تعطيك المجال انك انت تنفتحين لعوالم اخرى وتروحين مثلا تبحثين عن معلومات. فدائما مثل ما قلت لك خلي المجال للقارئ انه هو يحدد شنو هو يبي، ودائما التوجيه ما بيكون في صالح القارئ ولا في صالح المجموعة القرائية. يمكن احنا قاعدين نتكلم عن الثقافة ونتكلم عن أهمية القراءة، ولكن احنا قاعدين يمكن ناخذ كلامنا بشكل عام، لكن احنا لو حبينا نتكلم عن يمكن القارئ والمثقف البحريني بشكل خاص، لاحظنا يمكن أستاذ إسماعيل وأكيد تتفقون معي أن في الآونة الأخيرة يمكن صار في توجه كبير خاصة من الشباب للكتاب وللقراءة، فنبي نتكلم أكثر يعني عن هذا الشيء. أتوقع أن المجهودات اللي تكون فيها مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات الحكومية، شجع موضوع الكتابة وشجع موضوع يعني الترويج للثقافة. يعني مثلا لما نتكلم عن هيئة الثقافة والآثار، زين برنامج مثل تاء الشباب، نتحكى عن مدينة شباب البحرين أو مدينة الشباب بشكل ثاني، نتحكى عن أسرة أدباء وكتاب البحرين. طبعا أسرة أدباء وكتاب البحرين أسرة عريقة تطبع حق الأدباء اللي موجودين فيها، تطبع حق الكتاب الشباب تحتضنهم. زين في توجه عام للترويج لموضوع الثقافة في البحرين، هل هذا التوجيه يعني او خلينا نقول او هل هذا التوجه بتوجه الطباعه توجه زين او لا؟ انا بالنسبه لي اشوف ان انا يعني دارس اقتصاد، دائما بحولها حق موضوع اقتصاد الفري ماركت، ان احنا نخلي السوق مفتوح زين، الناس بروحها بتقرر شنو شيء زين شنو شيء مو زين. كميه الكتب اللي تطبع مع الوقت الشيء المميز بيطغى، والشيء اللي يعني ما له قيمة أو قيمته أقل بيختفي. في أحد المرات أنا كنت أقرأ حق عباس محمود العقاد، فكان يتكلم يقول ما في كتاب سيء. أنا يوم قريت الكتاب هذه سيء اكتشفت شلون يكتبون الكتاب السيئين. يعني طبعا صح هي الكلمة قاسية إنزين، ولكن وجهة نظره أنه ما في كتاب سيء، في كتاب حق كل شخص، في كتاب حق يعني على قولته أو على المقطع اللي كنت أقرأ منه يقول في كتاب مثل الشخص الصالح، في كتاب مثل الأخو اللي يحتضنك، في كتاب مثل الشخص اللعوب اللي دائما يحب الفرفشة والأمور هذه. صحيح. فهو في ذو أو ذائقة من الكتب حق كل قارئ موجودة في بحسب ميوله وتوجهاته. وبعد في بعض الكتب مثل ما احنا نقول تناسب مثل لما كنت تبي تقراها تشوف الجو العام اللي هي انكتبت فيه. يعني بالنسبه للكتاب يعني ما في بالنسبه لي يعني طبعا انا رايي شخصيا ما في اقصى من كتابات ألبير كامو. لما قرات روايه الغريب وايد تالمت، يعني مع ان هي كانت يعني الروايه في منتصفها سديتها وقلت ما ابي اكملها. في صديق معنا في مجموعه القراءه قال لي لما كنتي بتقرين هاي الروايه اقريها بذهنيه الشخص اللي هو طلع من يعني من مثل ما بنقول من العدم، انه من يعني في فتره الحرب العالميه الثانيه وما بعدها شنو كان حل من دمار في اوروبا. فأنتي لما تقرينها تخيلي إن شلون الإنسان عاش في هاي الفترة، تتعايشين مع الكاتب نفسه، فممكن تفهمينها الرواية أكثر. وفعلا يعني في بعض الروايات يعني أنا هي رواية الغريب وايد سمعت آراء حولها، في ناس قالوا لي لا تقرأينها في كئيبة مو بحلوة ليش تقرأينها، بينما هي رواية جدا عميقة وجميلة يعني للأمانة. لما الشخص يفهمها بيقدر يفهم ليش الكاتب كتبها بهالأسلوب. فدايما يعني بعد مثل ما يعني قال اسماعيل ساعات في بعض الكتب لازم ما نستبعدها مثلا انها هي مثل ممكن حزينه، ممكن ان هي قاسيه، ممكن حتى تكون سيئه. فكل كتاب احنا راح نتعلم منه.
وكل كتاب راح يعطينا معلومة. نفس ما الحين قاعدة تذكرين في كل كتاب حق مرحلة. إحنا الحين مر في جائحة، إنزين جائحة كورونا COVID-19. في أدب يسمى أدب الكوارث، أو يعني ممكن نطلق عليه أدب الكوارث. يعني لما نتكلم عن الحب في زمن الكوليرا، جابرييل غارسيا ماركيز، نتكلم عن 100 عام من العزلة، نتكلم عن العمى، خوزي ساراماغو، إنزين كلها عن قصص. انذكرت مثلا العمى حق خوزي ساراماغو كان يتكلم عن الدولة كلها صارت عامية وبس شخص واحد اللي قاعد يبصر. انزين يتكلم عن الحب في زمن الكوليرا لما يتكلم ان اثنين عاشقين وكانوا الكوليرا حاطين العلم الكوليرا على السفينة وقاعدين هم بروحهم في السفينة عشان يكملون قصة الحب مالهم. ففي ادب هو ادب الكوارث، يعني قاعد يتكلم عن هاي المشاكل والامور هذه. طالما يعني ارتبطت يعني العديد من الاداب والفنون ب يعني مثل ما تفضلت بالأزمات والكوارث والحروب والأوبئة، يعني وذكرت يعني مثال جيد هذه الرواية الجميلة، لكن يعني هل تتفق بأن يعني الإبداعات يعني سواء كانت فنية وأدبية كذلك يعني هي اللي تخرج دائما من رحم المعاناة؟ المعاناة شيء أساسي في 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 تكوين شخصية أي إنسان. زين يعني أنا اليوم لما بتكلم عن شخص، الخبر او الشيء المفرح في حياته بيأثر في شخصيته والمعاناة راح تأثر في شخصيته. في النهاية احنا نتاجنا الادبي نتاج هو شنو؟ هو تعبير عن حالتنا الإنسانية، تعبير عن امورنا الداخلية في كتاب، في فكرة، في قصيدة، في رواية، في بحث علمي. في نهاية المطاف اي شيء بيشكل شخصيتك راح تكتب عنه، سواء كان بالإيجاب او بالسلب، سواء كان شيء مفرح شيء مبكي. ارجع اقول مثلا طه حسيني ام كتب تقريبا سيرة حياة الايام، كان يتكلم عن وفاة اخوه في جزء منه بمرض. انزين اخوه طالب طب وتوفى اظن في الكوليرا، في جائحة الكوليرا اللي مرت على مصر. انزين كتب سيرة ذاتية وخلد فيها هاي الذكرى المؤلمة اللي مرت فيه. انزين تخيل انت طالب طب يموت بمرض. انزين في نهاية المطاف كل شيء بيكون شخصيتك انت راح تتكلم عنه، بتعبر عنه. نرجع نتكلم عن القراءة بشكل عام، هي وسيلة عشان احنا يوصل لنا التعابير الإنسانية، شلون نفهم الناس بشكل أفضل، شلون نفهم مجتمعنا بشكل أفضل. في نهاية المطاف هي كلها human interaction، هي تفاعلات إنسانية تخلينا نفهم بعض بشكل أحسن، تخلينا نتقبل الثاني بشكل أفضل. يعني هاي وجهة نظر. أكيد طبعاً يمكن إحنا لازلنا راح نتكلم معكم أكثر في هذا الجانب عن الثقافة وعن القراءة، لكن يمكن إحنا أيضاً يعني مثل ما قبل شوي تكلمنا عن الثقافة يمكن في مملكة البحرين، وإحنا الحمد لله عندنا ما شاء الله عدد كبير من الكتاب ومن الأدباء ومن المثقفين في مملكة البحرين، ويعني ما في شك إن المثقف البحريني دائماً له بصمته ودائماً هو خلاق ومبدع وما توقفه التحديات، وهالشيء من منطلق العزيمة والإصرار والإرادة، وبالتأكيد بهدف الحفاظ على الحركة الثقافية في المملكة عشان تكون دائما مستمرة ومستمرة بكل ثبات. نعم أيضا عندنا يعني راح ينضم لنا في هذه الفقرة ضيفنا العزيز عبر السكايب الشاعر البحريني المتميز طلال المولود اللي دشن ديوان الشعري بتقنية الاتصال المرئي. طبعا مسي عليك بالخير ومبارك لك هذا التدشين، ولو نسألك يعني ليش يعني دشنت ديوانك في هذه الظروف، يعني وما هو الهدف بالنسبة لك؟ السلام عليكم، مشكورين وما قصرتوا على هذا اللقاء. والله بدأت تدشين الديوان قبل رمضان بشوية بكم يوم، جهز تقريبا الديوان، لكن مع ظروف الوضع الحين في البلد والعالم موضع الكورونا اضطرينا أن نلجأ حق وسائل ثانية للتدشين والتعريف بالديوان، اللي هو بيكون ديواني أحبك اليوم وكل يوم. اضطرينا أن نلجأ للوسائل الثانية اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي، الوسائل الإلكترونية هذه، على أساس أن نوصل الديوان وأن ننشره حق المتابعين والقراء والمثقفين واللي لهم اهتمام بالشأن الأدبي في البحرين وحتى اللي برا. يعني اضطرينا يعني أن نلجأ حق الانستغرام والفيسبوك تويتر
نضطر ان احنا نروج حق هذا الديوان. فطلعت في مع الجمعيه كلنا نقرا في لقاء سابق الاسبوع اللي فات، كنا نتحدث عن الديوان وعن الشعر وعن الادب. الديوان تو صادر، ولكن ان شاء الله يعني احنا كنا نحضر له من اكتوبر اللي فات، لكن بحساب الظروف ان شاء الله يعني نامل في الفتره القادمه ان احنا يعني نحصل فرصه ان ندش بشكل اكبر. وان كان يعني احنا يعني كمثقفين كأدباء كشعراء في البحرين نحاول ان ما نوقف، ان احنا ان هذا الوقت يكون بمثابه تحدي الثقافه في المقاومه. احنا نحاول ان نقاوم هذا الوضع، ان نكافح عشان يوصل صوتنا، اساس ان ما توقف الحياه مستمره. ان شاء الله الامور هذه بتعدي، لكن احنا ما نوقف، نحاول نستمر. الادب والثقافه لازم تكون مستمره ان شاء الله. نعم، يعني اخوي طلال، بعد يعني بالنسبه لك اليوم كمثقف وكشاعر، وين تشوف المثقف البحريني في ظل هذه الظروف، وشلون قدرنا هو يتعامل مع الاوضاع ويواصل ابداعه؟ والله يعني انا لاحظت المثقفين في البحرين يعني بشكل عام لما شافوا ان الوضع يعني قاعد يعني بياخذ له وقت، وان احنا يعني قاعدين عندنا عراقيل يعني ما نقدر نتوجه حق الجمهور بشكل اساسي، اضطروا يعني لاحظت الكثير من المثقفين في البحرين جاءوا الى وسائل التواصل الاجتماعي، الى النشر الالكتروني، ما وقفوا. يعني لاحظت كثير منهم طلعوا على في وسائل التواصل الاجتماعي، الانستغرام، الفيسبوك وغيرها. يعني هذه الوسائل استغلوها المثقفين في البحرين انه والله احنا الحين عندنا ظرف استثنائي بنطلع فيه وننشط بعد. يعني لاحظت ان بعضهم اللي كانوا في فترة يعني كان عندهم شوية هدوء، بعضهم انشطوا وطلعوا. فيعني هذه يعني رب ضرة نافعة، يعني مثل ما يقولون الواحد يجدد نشاطه، يستفيد من الظروف هذه، وفي وقت يعني ان الواحد قاعد في بيته يكون مرتاح، يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وينشط بشكل اكبر، خصوصا ان يعني الناس بدأت تكون هادئة، فأغلب الناس قاعد في البيت. فالمثقف احس انه هو قاعد يستفيد من هذه الجوانب، وأحس أن النشاط صاير أكثر في هذه الفترة. نعم، إحنا أكيد طبعاً نبارك لك تدشين ديوانك الجديد، ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله يا رب. الشاعر طلال المولود، شكراً لك على هذه المعلومات. يعني كلام جميل صراحة سمعناه من شاعرنا طلال المولود. وعودة لكم طبعاً أستاذ إسماعيل وأستاذ أمينة، استمري معاكم بحديثنا عن القراءة والثقافة وارتباطها كذلك بمستوى الوعي. اليوم خلينا نركز اكثر عن يعني المثقف البحريني او الكاتب او يعني الاديب البحريني. اليوم انا دائما اقول ان عندنا الحمد لله عندنا التنوع، يعني يكتبون البحرينيين في جميع المجالات، وكذلك في مختلف يعني عندهم مختلف الاساليب يعني حتى في الكتابه. ايضا هناك تنوع، هناك تفرد ايضا. يعني بوجهه نظرك شنو سبب هذا التفرد في مملكه البحرين؟ البحرين انا اتوقع بحكم انها هي جزيره، بحكم انها هي سباقه في مساله التعليم، بحكم التنوع الثقافي اللي موجود عندنا، كميه التقبل الاخر اللي موجوده في البحرين، مساله المذاهب والديانات اللي عندنا، مثلا عندنا الاجانب موجودين ويمارسون حرياتهم في اداء شعائرهم الدينيه والامور هذه، خلت البحريني يكون خلنا نقول مطلع على كمية عودة من الثقافات اللي موجودة. يعني لما أنت تقعد مع شخص من جالية مثلا الأسيوية في البحرين وتأخذ وتعطي معه وتشوف مثلا مفاهيمهم وأفكارهم مثلا في مسألة الألوهية والعبادة والأمور هذه، أنت قاعد تفهم بشكل أكبر وتقدر تطلع على ثقافته بشكل أكبر وموسع. بعد شخصية البحريني شخصية أكثر تواضع، إنزين، فهذه التواضع يخليك تمشي مع الناس وتمشي في الحواري أو في الفرجان، وتأخذ القصص البسيطة تحولها لأشياء عودة. إنزين، يعني أتذكر علي الشرقاوي يوم سوى قصص أمي العودة أو شيء كذي، كتب قصة سرور. كان يقول كان
كتبها، وأثناء يعني ما هو يكتبها يقعد مع النسوان الكبار من ضمنهم جدته يعني وأمه، فهو خذ القصص ونقلها يعني. فأغلب قصص اللي هو المسلسلات البحرينية القديمة يقول أنا كتبتها نقلا عن اللي هو الجدات يعني. فهاي دائما مثلا لو بنلاحظ مؤخرا البحرينيين يتجهون لهاي الأسلوب اللي هو مثل يعني أنا دائما يعني أضرب مثل نجيب محفوظ يعني، دائما لما هو كان يبي يكتب الروايات كان يروح للناس البسيطة. فمثل ما الحين يعني هاي الفترة لاحظت أن أغلب البحرينيين يتجهون نفس هاي الاتجاه يعني، يروح للناس البسيطة لأنهم عندهم مثلا حكايات وايد يحكون لك إياها فيظل الإنسان يكتبها يعني. عندنا بعد في كاتبة بحرينية هي محامية كتبت قصص يعني قصص نساء هي قابلتهم يعني، نساء طبعا عندهم طبعا مشاكل وقضايا، فهي جمعتها كلها وكتبتها في كتاب. فمثل ما قال هو هاي التنوع يعني عطاهم اللي هو الطلاقة انهم ممكن يكتبون عن المجتمع وعن هم مجتمعات اخرى يعني، عن طريق اللي هو القصص والروايات وحتى عن المقابل عن طريق المقالات والسير الذاتية. فحتى احنا يعني عندي العدد من الصديقات لما كانت يعني تبي تكتب قصة دائما تنظر للمجتمع اللي حواليها، فتروح تقول يعني مثل كنت اطلع تقول اروح يعني مناطق في البحرين ازورها واشوف المناطق واكتب عنها واكتب عن الشخصيات اللي اشوفها، حتى لو مثلا ما تحدثت معاها اوصفها في رواياتي. فهاي من الامور الجميله اللي تخلي يعني عباره حتى المشاهد اللي احنا نشوفها الحين ممكن الجيل اللي بعدنا ما راح يشوفها راح يستفيد منها. صحيح، بعد احنا لا ننسى ان الفرق ما بين الجيلين القديم والجيل الحالي. حتى الجيل الحالي ترى قاعد يشوف نتاج شخصيات عظيمه في البحرين، انزين ادباء كبار في البحرين. صح احنا مثلا ممكن عندنا معوقات في الانتشار في بعض الاحيان حق ادبائنا، انزين لكن ادبائنا اللي وصلوا خلاص ما في غبار عليهم، لا يشق لهم غبار على قولتهم. فانت لما كشاب في مقتبل العمر قاعد تواجه شنو؟ تواجه قامات انزين موجوده في البحرين، وانت تبي ما بقول تنافسهم بس تبي تحقق ذاتك نفس ما هم حققوا ذاتهم. فهذه تحدي وايد عود حق الشباب اللي موجودين في البحرين انهم يطلعون وينافسون مثل هذا. يعني احنا لما نتكلم حتى في الشعر، الشعر العامي انزين اللفظ البحريني شيء ترى مختلف غير، يعني مثلا بتلاقي الشعر خلينا نقول النبطي موجود في الخليج بشكل عام زين، بس اللفظه البحرينيه عبد الرحمن رفيع حنيه اكثر. احنا دائما يعني متميزين في كل المجالات يعني، ولله الحمد الانسان البحريني دائما اثبت انه هو مختلف وهو دائما يعني خلاق ودائما مبدع في جميع المجالات. يعني احنا يمكن عندنا تحيز دائما، ولكن تحيزنا دائما يعني اي عن تجارب واي عن ثوابت فعلا احنا قاعدين نشوفها. احنا لازلنا مستمرين معاكم، ولكن يعني لابد ان احنا المثقف البحريني ايضا نسلط عليه الضوء بشكل اكثر من خلال طبعا هذا الاتصال القادم، واللي دائما احنا نقول ان البحرين هي خلاقه ودائما متميزه بانتاجها من المثقفين والادباء والشعراء والقراء المهتمين بهذا المجال الحيوي والمهم. عشان كذي راح يكون معنا عبر السكايب الاستاذه سميه المجذوب، عضو جمعيه كلنا نقرا. استاذه سميه مساك الله بالخير، ويعني بشكل عام برايك شنو اهميه القراءه وشلون اثرت هذه الجائحه على مجتمع المهتمين بالقراءه؟ نعم، شكرا لكم طبعا على طرح هذا السؤال وعلى طرح هذا الموضوع المهم. الجميل في القراءة أنها تعطي الإنسان المجال أنه يتعمق في المعلومة ويتعمق في المعرفة. لا شك أن نحن نعيش في عصر المعلومات ووايد أشياء متوفرة أونلاين، متوفرة في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هاي الوسائل تعطيك المعلومات بشكل ضحل، ما تعطيك الفرصة أنك تتعمق في موضوع معين. الجميل في القراءة أنها تعطيك المجال أنك تتعمق في الموضوع من أصوله، من كتابه، من خبراءه. فهاي يعني بشكل عام عن أهمية القراءة. بالنسبة لتأثير الكورونا على مجتمع القرائين أو على القراءة بشكل عام، في عدة تأثيرات. أول تأثير اليوم في جلستنا هو أن الكورونا أرغمت العالم أنه يتحول رقمياً ويتحول إلى الثورة التكنولوجية بشكل أسرع مما كان عليه. فأعطيكم مثال، يعني وايد أشياء صارت تصير إلكترونية بدل ما كانت وجه لوجه. دور النشر
يعني اضطرت ان هي تخلي كتبها موجوده اونلاين على شكل متاجر الكترونيه، على شكل خدمات توصيل. فهاي ايضا يعني مثل ما تقول تاثير الثوره التكنولوجيه على دور النشر وشلون هم يوفرون حتى الكتب نفسها للناس. الناس نفسها صار عندها اقبال اكبر على القراءه. يعني احنا مثل ما يعني مرينا بالتجربه في الشهور اللي راحت، الواحد عنده وقت فراغ اكثر مما كان عليه في السابق، فحلو انه هو يستغل فتره الفراغ هذه في القراءه. وتأثير ثاني ايضا من الكورونا ان يعني الكورونا مثل ما تقولون قربت القرائين مع الكتاب. يعني مثلا احنا يعني في مجموعات قرائيه موجوده عندنا في البحرين وجمعيات ثقافيه، صارت عندنا الفرصه ان نسوي لقاءات مباشره مع كتاب موجودين معنا في البحرين، موجودين في العالم العربي، موجودين خارج الوطن العربي. فيعني وجود منصات التواصل الافتراضي سواء على يعني اللقاءات المباشره على اليوتيوب، اللقاءات المباشره على الانستغرام، قربت الكتاب من القراء. فهذا ايضا يعني تاثير جميل ما كان موجود بهاي الكثره اول في قبل يعني الفتره القبليه. في ايضا يعني مثل ما تقولون يعني تاثير اخير، وهو ان يعني التجربه نفسها، تجربه ان انت تكون معزول في البيت لفتره طويله ايضا تشكل ماده جميله للادب وللكتابه. فاحنا يعني صراحه عقب كم من سنه ننتظر الاصدارات اللي راح تنكتب من الكتاب، من الشعراء، من الفنانين عن تجربه العزله اللي عشناها احنا في البحرين وعشناها في العالم بشكل اجمع. فلا شك ان ايضا هاي يعني التجربه اللي نعيشها بحد ذاتها راح تكون ماده ثريه في المستقبل. نعم يعني أستاذة سمية المجذوب عضو جمعية كلنا نقرأ، شكرا جزيلا لك، وعودة إلى ضيوفنا في الاستديو. أستاذ إسماعيل وأستاذة أمينة، يعني باللي سمعناه من أستاذة سمية من خلال هذا الاتصال، هل فعلا احنا نقدر نقول ان اليوم القارئ والمثقف لعبوا دورهم الصحيح في ظل جائحة كورونا؟ طبعا انا اول شيء اوجه تحية خاصة لسمية المجذوب، طبعا هي زميلتنا في الجمعيه وصديقه عزيزه، واشكرها لان هي من الشخصيات اللي في هاي فتره الكورونا اسست مجموعه قرائيه على طريق المايكروسوفت تيمز، وسوت جلسات قرائيه سواء جلسه اجمل ما قرات وقراءه في لكتاب للكاتبه الكويتيه بثينة العيسى، وحاليا يقرون كتاب رحلتي الفكريه لعبد الوهاب المسيري. فهي يعني عبارة نعتبر هاي اجتهاد شخصي منها لما هي أسست المجموعة وأسست البرنامج، ويعني حست بأهمية أن هي تنشط القراءة في ذي الفترة، فكان يعني نشاطها جدا جميل. فأنا للأسف يعني بحكم من شغالي لهالفترة بس أنا حضرت معاهم اللي هو فعالية أجمل ما قرأت عن طريق اللي هو المايكروسوفت تيمز. هي فعالية طبعا خاصة بجمعية كلنا نقرأ، أن في هاي الفعالية دائما يجتمع القراء وكل قارئ يتكلم عن الكتاب اللي عجبه سواء قرأه خلال هاي الفترة أو حتى في سنوات مضت. فأنا بالنسبة لي حتى رأيها أنه هو في ذي الفترة نشطت فعلا، وهي كانت جزء من هاي النشاط، هي حركت حتى احنا مثلا في بداية الفترة لما كان أغلب الأشخاص يعني كانوا خايفين ومتوترين، فهي عبارة أبعدتنا عن هاي أجواء التوتر وأجواء الخوف عن طريق أن هي أنشأت المجموعة وانضمينا كلنا لها، وبعدين كلنا رجعنا للقراءة. وصار عبارة في ذي الفترة لما احنا يعني كنا نتكلم عنها الفترة اللي راحت، العديد من الأشخاص حتى مثل ما قال زميلنا طلال مالود في فترة ما كانوا نشيطين في وسائل التواصل الاجتماعي، صاروا نشيطين، صاروا يعرضون عبارة ملخص كتاب أو يحطون اقتباسات بشكل أكثر تحفز القارئ أنه يقرأ. فبالعكس أنه في ذي الفترة فعلا يعني في جهات يعني حتى هم أسرة أدباء وكتاب البحرين يعني بعد من الجمعيات اللي بسرعة أخذت خطوة وفعلت اللايف عندها، في مشروع شبابي حق بنت اسمها دانا الخياط، وعندهم مجموعة اسمها صفحات موجود على الانستغرام. حالا بعد أول ما صار أن صار اللقاءات صعبة حولوا على برنامج زوم، وصارت اللقاءات النقاشات الكتب عن طريق برنامج زوم. فالحمد لله يعني مؤخرا نشوف في نشاط ثقافي، كل أدى دوره بشكل صحيح، دوره بشكل صحيح وجميل. يعني هذه من جانب، بس بعد في جانب ثاني لازم نركز عليه، توثيق هذه المرحلة. زين الأدباء اللي عندنا الكتاب شلون راح يوثقون قصص النجاح اللي مرت فيها البحرين؟
شلون راح يوثقون مثلا الافعال الايجابيه حق صفوف نظاميه. طبعا من هاي المكان لازم نشكرهم ونتمنى لهم يعني كل التوفيق في ادائهم حق عملهم في هاي الوقت. بس شلون بنذكرهم حق المجتمع؟ شلون بنذكرهم حق الجيل القادم؟ هذه دور الاديب، دور الشاعر، دور كاتب الروايه البحريني اللي هو لازم يذكر شنو صار في البحرين. يعني احنا دائما كنا نقول شوفوا برا شوفوا برا، عندنا هذه الازمه زين، لكن يومياً اليوم طلعنا البحرين وانجازات المشرفه في ادارتها حق ازمه. هاي حسن اداره للازمه. طبعا لما نتكلم عن قياده الرشيده جلاله الملك، صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ولي العهد، فريق البحرين، نتكلم عن ناس اداروا الازمه بطريقه مميزه واحترافيه. هذه قصة نجاح البحرين. شلون نحولها إلى نتاج أدبي؟ نستغل هالفرصة هذه. لما نتكلم اليوم عن مثلاً القصص الأمهات العاملات في القطاع الصحي واللي قاعدين يمرون فيه، ترى ممكن تحول حق رواية. نعم. زين. ممكن أقول بيت شعر مثلاً حين بدر شاكر السياب يوم قال قصيدة مطر مطر، نازك الملائكة يوم قالت قصيدة الكوليرا. زين، هاي قصائد وثقت حق مراحل في تاريخ. زين، انا متاكد يعني ان يعني من خلال هذه الفتره بلا شك يعني راح تتحول هذا التحدي بالنسبه للقراء الى يعني والى الكتاب ايضا. احنا متوقعين غزاره فرص كبيره. نعم، احنا طبعا يعني ودنا يعني نستمر معاكم لكن داهمنا الوقت. حديث شيق ويعني متميز جدا معاكم، شكرا لكم على حضوركم. الاستاذ اسماعيل زمان عضو مجلس إدارة جمعية كلنا نقرأ، والأستاذة أمينة الرويعي عضو مجلس الإدارة أيضا في الجمعية، شكرا على تواجدكم معنا. شكرا لكم. الله يعطيكم العافية. مشاهدينا فاصل وراجعين. ترى البحرين تستاهل. عشان البحرين. البحرين أمانة. ترى الديرة تستاهل. ديرتنا أمانة. أمانة في أعناق الجميع. هذه مسؤولية تجاه وطنك. البحرين أمانة. البحرين تستاهل. عشان البحرين، عشان أمي، عشان أبوي، عشان كل واحد نحبه، إحنا هني. أتواجد في مقري في الدوام لأكثر من 12 ساعة في اليوم. نعمل ليل ونهار من أجل حمايتكم. نوفر لكم الراحة والعلاج. إحنا موجودين ونحارب هني. هدفنا سلامتكم وراحتكم. دورنا هو استمرارية الخدمات الصحية للجميع في مملكة البحرين. سهرانين من أجلكم. حطوا يدكم بيدنا، خلنا نحمي ديرتنا. أحبتي التزموا بتوجيهات المختصين. صار لي أكثر من شهر ما أقدر أحضن عيالي. وتواصل على مدى 24 ساعة مع فريق العامل في مراكز العزل. نسهر علشانكم ونتعب علشانكم، خلونا إيد واحدة. أثر الماسك هو تعب، بس تعب حلو، تعب بطعم الشجاعة، تعب من أجل البحرين. دورنا كأطباء مهم، لكن أرواحنا بين إيديكم. نحن نسهر علشانكم. ساعدونا نحمي البحرين. علشانكم إحنا متواجدين هنا. نسهر عشانكم. نعمل من أجلكم لنصل بالوطن إلى بر الأمان. احمي نفسك واحمينا. صحتكم أمانة، البحرين بعد أمانة، عدكم وعدنا. ربي يحفظنا ويحفظ هذه الديرة. بلا شك أن اقتناء الكتب والاستفادة منها في هذه المرحلة الاستثنائية هي من الأمور الإيجابية اللي تسهم في تنمية الفرد بكل الجوانب. ولابد أن احنا نذكر اليوم مبادرة مكتبة الأيام الكشكول، وذلك بطرح مجموعة من الكتب والروايات بخصومات تصل إلى 90%، وهي أكيد فرصة لعشاق القراءة للحصول على الكتب بأسعار رمزية. بالتأكيد رقية، يعني مبادرة جدا جميلة، ومثلها العديد من المبادرات اللي أطلقتها مؤسسة الأيام للنشر، منها مبادرة الكتاب خير وجليس. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع صرنا يكون معنا في الاستوديو الأستاذ حسن علي يوسف، رئيس قسم الكتب والمعارض بمؤسسة الأيام للنشر. مسي عليك بالخير. مساء الخير. يا هلا وسهلا. ممكن تعرفنا ببداية أستاذ الكريم يعني بهذه المبادرة الكتاب خير وجليس؟ الكتاب خير وجليس هذه مبادرة أطلقتها مؤسسة الأيام للنشر
تحت عنوان كتابك يصل إلى منزلك. هذه المبادرة أطلقتها في شهر مارس الماضي، وهي توصيل الكتب إلى المنازل مجاناً، وذلك تماشياً مع الحملة الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، يعني خلينا نقول مثلاً لبقاء المواطنين والمقيمين في المنازل الأكبر فترة ممكنة. هنا إحنا يعني رتبنا موضوعنا، قلنا إحنا الحين الناس قاعدة في بيتها، إيش قاعدة تسوي؟ شلون يملؤون أوقات فراغهم؟ فارتينا أن نكون القراءة هي الوسيلة أن تكون أن إحنا تساعد المواطنين والمقيمين وهم جالسين في البيت أن يستفيدون من القراءة. فأخذنا هذه المبادرة كتابك يصل إلى منزلك، والله ونجحت معنا يعني، في إقبال يعني. في إقبال طبعا عليها. وخلينا حتى التوصيل طوال من اليوم من الصبح إلى الليل حسب احتياجات المواطنين يعني. نعم أستاذ حسن، يعني لما نتكلم يقول لنا الحمد لله هذه المبادرة لاقت نجاح، والحمد لله صار في إقبال أيضا من قبل الجمهور، فلو بغينا نتكلم مثلا عن نسبة المبيعات، مبيعات الكتب خاصة في هذه الظروف الاستثنائية. إحنا من خلال مكتبة الأيام الكشكول تم طرح العديد من الكتب في مختلف المجالات، الكتب الثقافية والمتنوعة، ولاقت رواجا كبيرا يعني، وحتى حين حاولنا نسوي الخصومات تصل إلى 90%، فحصلت رواج جدا كبير يعني. جميل. نعم ممتاز. يعني لو تكلمنا اكثر استاذ الكريم يعني عن مبادراتكم في جانب اللي هو التسوق الالكتروني للكتب. احنا حاولنا من هذه المبادره كتابك يصل الى منزلك، حاولنا ندشن قنواتنا في التواصل الاجتماعي على الانستغرام والفيسبوك، ودشنا حتى رقم واتساب نحن احساس التواصل مع الزوار وال اللي يكونون هم معنا في على التواصل الدائم يعني. ممتاز. احنا مستمر معك استاذ الكريم يعني، لكن من بعد ما نشوف هذا التقرير مع مشاهدينا الكرام. طبعا مشاهدينا، استغلال وقت الفراغ في هذه الفتره والاستفاده منه في امور ايجابيه تنمي مهارات الفرد الشخصيه وتجعله اكثر قدره على تجاوز مختلف التحديات والصعوبات اللي يمر فيها في الحياه اليوميه. صحيح بسام، يعني ومن هذه الامور اللي ممكن الواحد يستغلها من اجل تطوير مهاراته طبعا القراءه، لكن في هذه الفتره اللي الجميع يدعو فيها للتقليل من استخدام الاوراق أصبح يمكن يعني توجه أكبر نحو الكتب الإلكترونية. خلونا نتابع معكم هذا التقرير اللي عدل لنا زميلنا عيسى شريدة، وراجعين لكم. بالعلم والمعرفة تتطور الشعوب، هذه المقولة تنطبق على شعب مملكة البحرين الذي جسد الوعي الحقيقي والثقافة العالية التي يتمتع بها شعب مملكة البحرين الحبيبة وكل من يقطن على أراضيها. ولأن العلم والمعرفة هما سلاح التميز، فما كان فيروس كورونا إلا سببا في زيادة الإطلاع والقراءة من أجل غرس مفاهيم جديدة للفرد الذي بدوره حرص على أن يحقق أقصى استفادة من المكوث في المنزل. فمنذ أن اجتاح الوباء العالم ومنذ أن طبق شعب البحرين التباعد الاجتماعي، لاحظنا ظاهرة إيجابية متمثلة في زيادة القراءة للكتب. والأجمل في كل ذلك هو التوجه لاقتناء الكتب الإلكترونية باستخدام التقنيات الحديثة بدلا من الكتب المطبوعة. فاليوم نعيش طفرة كبيرة في مجال الكتب الرقمية التي أصبحت حاجة ماسة للجميع في ظل التباعد الاجتماعي، لتكون هذه اللوحة الجميلة هي نبراس العلم والمعرفة. القراءة هي علم معرفي تقوم على تفكيك رموز تسمى حروفا لتكوين معنى والوصول إلى مرحلة الفهم والإدراك. وهنا ما أحببت أن أشير إليه، إدراك شعب مملكة البحرين بالعلم يؤكد الالتزام والمسؤولية لنكون في نهاية المطاف مجتمع واعي. تقرير جميل زميلنا عيسى شريدة، وعودة مجددا لضيفنا الكريم الأستاذ حسن علي يوسف من مؤسسة الأيام للنشر. يعني من خلال عملكم في المؤسسة كيف ترون اختلاف أذواق القراء بين الكتب الورقية والكتب الإلكترونية؟ والله في ظل انتشار الكتاب الإلكتروني في هذه الفترة، لا يزال الكتاب الورقي يتمتع يعني في خصوصيته في عند القارئ. يعني مهما تطور الكتاب الإلكتروني وانتشر،
عن طريق التليفون الجوال أو عن طريق الآيباد، يظل الكتاب الورقي لخصوصيته عند القارئ. الكتاب الورقي يتمتع حاليا يعني قد ما مثل ما خبرتك قد ما الكتاب الإلكتروني ينتشر، نعم. الكتاب الورقي يظل محافظ على مكانته عند القراء. نعم. إذا بغينا اليوم ننصح القراء شنو ممكن ننصحهم خاصة يمكن في هذه الفترة؟ هو اقتناء الكتب، يعني شو أول شيء يخليه يخصص له مثلا يخصص له مساحة في البيت في ظل هذه الظروف، المكان المناسب تكون المكان هادئ، مكان جميل يقدر يقرأ فيه، يختار الكتب اللي تناسبه حسب احتياجاته حسب ما تمد عليه ذائقته. في هناك كتب تنمي التنمية البشرية وتنمي القدرات الذهنية، فهذه يعني يحاول القارئ انه يستفيد منها، يستفيد هو كشخص يستفيد منه ويستفيد منه كحق وطننا وحق مجتمعه. صحيح. يعني هذه نصائح عامة للقارئ، لكن هل من كلمة أخيرة حاب توجهها من خلال برنامجنا للي تشوفونا حاليا؟ والله الكلمة الأخيرة أوجهها ان احنا حاليا عندنا عرض ما يصل الى 90%. نعم. هي دعوة مفتوحة حق جميع الزوار انه يزورونا، وفي هناك كتب متنوعة، كتب مختلفة في جميع التخصصات، تشمل جميع الفئات العمرية، بتكون بأسعار جدا رمزية وتشجيعية عشان تكون في متناول الجميع. ممتاز. يعني مبادراتكم ما شاء الله فيها مراعاة للظروف الحالية. الله يعطيكم الصحة والعافية وتحياتي لك طبعا الأستاذ حسن علي يوسف رئيس قسم الكتب والمعارض بمؤسسة الأيام للنشر، شكرا على حضورك معنا. شكرا لك. مشاهدينا الكرام فاصل وراجعين. حالة مصابة راح تجمعات عائلية وكانت النتيجة أن 33 واحد في هذه العائلة فقط أصابهم اللي هو كوفيد-19. يعني الوضع متعب نفسيا لما أنت تشوف الأشخاص من نفس العائلة، تتعب أن أنت تشوف أفراد نفس العائلة يجون بنفس الكسرة في عيونهم. يعني اضطرينا نحن نفصل الأم عن الولد، وكان بينهم زجاج، فنظرات الأم إلى الولد وحسرتها عليه وصوت بكاء هذا الطفل يعني يرن في إذني. إذا غمضت عيني تغمض عيني بس ساعتين، باقي الأوقات كلها عمل، ما تحس بوقتك بتاتاً. التليفون 24 ساعة شغال ليل نهار على طول، يعني فحتى مع وجودي في البيت أكون كأني مو موجودة. شنو ذنب طاقم طبي يجتهد ويتعب ويكافح وفي ناس مستهترة؟ هذه المستهتر بأسلوبه هذه وبعدم اكتراثه بأنه يلتزم بالتعليمات وبالإجراءات الاحترازية يؤدي إلى انتشار المرض، ولا قدر الله ممكن أن يتسبب في وفاة أحد أفراد عائلته، وهذا أعتقد التأنيب الأكبر. أنا عندي بنت وحيدة كانت في الشهور الأخيرة من حملها، مدة شهرين أنا ما شفت بنتي. لولا دعم زوجي وأولادي ما استطعت أن أصمد. أمي وأبوي تعبانين شوية، كبار في السن، وفراقهم صعب، وعدم قدرتي أنني أعتني فيهم بشكل يعني مناسب يستحقونه بعد صعب علي. طبعاً إحنا يسوون لنا على طول كل أسبوع تقريباً نجري اللي هو العينات عساس نتأكد، لكن بعد الواحد دايماً يخاف إنه هو يعدي، وخاصة إنه هو بيعدي أقرب الناس له. قبل كم من يوم أنا كنت نازلة من على الدرج ركير وهو واقف تحت، وقف أقول له وش صاير؟ اللي يقول لي لا أنا عبالي جاية تحضنيني، أنا ما أقدر حتى إن أحضن أبوي. هاي زينب. أتمنى الصحة للجميع ولا تشوفون أي مكروه، نبي بس أنكم تلتزمون. ما حد يتمنى أن أحد عزيز عليه ينحط في هذا الموقف أو أن يكون في هذا السرير. يعني المجتمع هو سلاحنا، يعني وعيه هو سلاحنا الحين في هذه الفترة. إذا هو التزم بمسؤولية فهذه طبعاً بيحمي
أحبائه وبيحمي أهله وبيحمي أهل البحرين كلهم. مشاهدينا ننتقل معكم الحين إلى بسامي اللي راح يستعرض معنا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل بسام. شكرا نرقية. استعرض معكم مشاهدينا آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم الجمعة 26 يونيو. عدد الفحوصات اللي أجرتها مملكة البحرين أكثر من 511 ألف فحص، وهي النسبة اللي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. بلغت الحالات القائمة 5507 حالات قائمة، والحالات المستقرة منها يبلغ 5469 حالة، فيما يبقى 38 شخص تحت العناية اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما الحالات القائمة اللي تتلقى العلاج تبلغ 136 حالة. أما المتعافون فيبلغون 18500 متعافي ومتعافي، وطبعا الوفيات حتى اليوم 73 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين رصد 511 حالة جديدة فيروس كورونا، منها 320 حالة لعمالة وافدة و190 حالة لمخالطين، وحالة واحدة قادمة من الخارج، وتسجيل حالتي وفاة وتعافي 524 حالة. هذه كانت آخر إحصائيات وزارة الصحة، وهذه كل اللي عندي، والعودة للشرقية. شكراً بسام، يعطيك العافية. الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها ويديم علينا دائماً نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه. البحرين ولله الحمد قدمت نموذج للوعي والتكاتف والتعاضد لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره من خلال الإجراءات الاستباقية اللي تم اتخاذها من قبل الفريق الوطني للتصدي للفيروس. وهالأمر طبعا جعل مملكة البحرين تكون محط أنظار الجميع وتلقيها إشادات عالمية من مختلف الدول والمنظمات. بالتأكيد رقية، يعني هذه الإشادات جاءت نتيجة التخطيط المميز في إدارة هذه المرحلة والتوجيهات الواضحة من جلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين كذلك، وأيضا متابعة سمو رئيس الوزراء عن قرب لكافة الأمور اللي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، وبقيادة سمو ولي العهد الحكيمة لفريق البحرين اللي يسعى بكل ما أوتي من طاقة للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على الوطن وتعزيز مكتسباته التنموية. يعني للأمانة هي تضحيات كبيرة يقدمونها أبناء هذا الوطن في كافة المجالات من أجل أن تكون البحرين وكل من على هذه الأرض الطيبة بخير وبصحة وعافية. واللي نشوفه يعني يا بسام في هذه المرحلة الاستثنائية هو نتاج عمل متواصل أسهمت فيه جميع السواعد الوطنية، وإحنا طبعاً ما نملك إلا نحن نقول الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها دوم يا رب. اللهم أمين. وصلنا معكم مشاهدين الختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي مع الزملاء فواز العبدالله ولولو أبو دلامة. في أمان الله. مع السلامة.